أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأنصاص القرآنية، ويشرف بصحبتكم في الهندسة الإذاعية الزميلة جميلة إمزيل، وفي الإشراف والإعداد الأستاذ محمد المسعودي. من وراء الميكروفون معكم أختكم في الله ابتسام الحمومي. ونستضيف في هذه الحلقة الأستاذ أحمد يخلف، مدير مدرسة الفتحة الخاصة لتعليم العتيق بالعيون الشرقية إقليم توريرت، وهو عالم مؤطر بمدينة العيون الشرقية وخطيب وواعد، وله عدة كتب مطبوعة، منها من وحي المنبر الزواج الإسلامي وتخليصه مما علق به من الشوائب. أهلا ومرحبا بك أستاذ الكريم. أهلا وسهلا بك الأستاذة الكريمة، جزاك الله عنا كل خير، ولكم عدة مشاركات علمية وقرآنية داخل الوطن وخارجه، ونشرف بحضوركم هنا معنا ولو عبر الهاتف ضمن هذه الحلقة من برنامج الأنصاص القرآنية. جزاكم الله عنا كل خير. وأنت من الجزاء، بارك الله فيكم، يشرفون ذلك. بارك الله فيك أستاذ الكريم. إذن بداية نود أن تقدم لنا ورقة تعريفية لمدرسة الفتح الخاصة لتعليم العتيق بالعيون الشرقية وفروعها. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبداية نشكر لكم حسن استضافتكم لنا في رحاب إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. مرحبا. ودامت الإذاعة رمزا للعطاء والعلم والمعرفة. اللهم أمين. ويسعدني التواجد في هذه الساعة مع أطقم الإذاعة، وبالخصوص مع معدي برنامج الأستاذ محمد المسعودي والأستاذة ابتسام الحمومي. بارك الله فيك. وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الناجح الأنصاص القرآنية. مدرسة الفتح الخاصة للتعليم العتيق بالعيون الشرقية مؤسسة تربوية معتمدة لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومرخصة. نعم. شرع التدريس بهذه المؤسسة خلال الموسم الدراسي لعام 2003 و2004 ميلادية، والمؤسسة تحتضن الطور الابتدائي والإعدادي والثانوي للبنين والبنات، تضم مغاربة طبعا وطلبة من بعض الدول الشقيقة. نعم. وللمدرسة 7 فروع بالمدينة مخصصة لتحفيظ القرآن الكريم. نعم. وفي كل فرع ما يفوق 20 طالبا، وهناك فرع خاص بالإناث مغربيات ووافدات من دول أفريقيا وأندونيسيا. إذن تشمل ذكور وإناث. نعم. نعم. إذن ماذا عن طرق التحفيظ في مدرسة الفتح الخاصة لتعليم العتيق؟ بالنسبة لطرق التحفيظ بهذه المؤسسة وفروعها لا تختلف عن باقي المعاهد المغربية في التحفيظ. نعم. وتلقين الرسمي والأنصاص للطلبة والطالبات. فمن وسائل التحفيظ الأستاذة الفاضلة. نعم. اللوح، القلم، القلم القصبي، إداوة الصمغ، ثم ركيزة المعهد في التحفيظ وهو المحفظ المدرر، أن يكون ملما. نعم. ومتضلعا في الرسم والأنصاص وحفظ القرآن الكريم حفظا تاما. نعم. فما يوجد طريقة في شرق المغرب وفي جنوبه وفي شماله وفي شرقه وغربه. نعم. إذن نود أن نعرف مدى اهتمام المدرسة بالأنصاص القرآنية. المؤسسة كأي مؤسسة وكأي معهد من المعاهد والكتاب في تحفيظ القرآن الكريم، لابد من المحفظ والمدرر أن يكون حافظا للأنصاص حتى يلقنها للتلاميذ والطلبة، لأن الأنصاص القرآنية هي المعتمد لكل حافظ وحافظة حتى يسهل عليه تكرار القرآن الكريم وتعهده. نعم. إذن حتى نقرب أسد المستمعين أكثر من الأنصاص القرآنية، هناك من يسمعنا لأول مرة، نعرف أكثر بالأنصاص القرآنية. الأنصاص القرآنية علم مغربي بلا منازع وتراث تربوي يجسد كفاءة الفقيه المغربي وجهوده المتواصلة عبر الأزمان في خدمة القرآن الكريم. نعم. والعناية بالوسائل المعينة على ترسيخ القرآن في الصدور وإتقانه. الأنصاص كلمة مغربية ومفردها نص عربية، والنص عند أهل اللغة ما لا يحتمل إلا معنى واحدا أو لا يحتمل التأويل، وكذلك. نعم. من التنصيص يقال نصص الجملة، أي حددها وعينها بنص. وكلمة الأنصاص معناها والله تعالى أعلم أن ما عد وضبط في القرآن لا يحتمل الشك،
وتعامل المغاربة مع القرآن الكريم عدا وضبطا للحروف والكلمات المتشابهة والوقف كان في غاية الدقة والعبقرية. نعم. والأنصاص يعني يجمع المفردات والكلمات المتماثلة أو المتشابهة. نعم. إذن وكذلك تتضمن رموز وألغاز ونكت ومستمحات. نعم. إذن فهل من الممكن أستاذي الكريم ذكر بعض الأنصاص في ضبط المتشابه؟ نعم. فالأنصاص القرآنية يعني صيغت على شكل نظم ونثر ورموز وألغاز ونكت ومستملحات. نعم. فنأتي على ذكر بعض هذه الأنصاص ونقف عندها شرحا حتى يطلع المستمعون والمستمعات على سر هذا العلم، يعرفون قدر تحفيظ القرآن ومكانة حفظ حفظته. فمن أهداف الأنصاص ضبط المتشابه. نعم. وذلك حتى لا تختلط الكلمات على حافظ القرآن الكريم، وهي كثيرة. من ذلك قولهم بعد الذي من بعدي في الأعوان وبعد ما في الرعدية إخواني. نعم. هذا البيت ماذا يعني على ما يتحدث؟ يتحدث عن بعد الذي في القرآن الكريم ومن بعدي وبعد ما. فبعد الذي جاءت في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة البقرة في ربع ما ننسخ، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الثانية من بعدي جاءت في بداية حزب سيقول. نعم. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. نعم. الثالث بعدما، بعدما جاءت في سورة الرعد. نعم. قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. نعم. إذن القرآن الكريم كله جاءت فيه هذه الكلمات وفي هذه المواضع. من ذلك قولهم إلا إبليس أبى. إلا إبليس أبى. فقال الناظم رحمه الله إلا إبليس أبى في الأعوان وربما وطهيا إخواني. فنجد إلا إبليس بدون أبى، ونجد إلا إبليس آبى أي امتنع. جاءت في سورة البقرة. نعم. الحزب الأول من الربع الثاني من ثمونه، قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم. ثانية في سورة الحجر الربع الأول من حزب ربما، قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. نعم. وفي الثمن الأخير من سورة طه قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. وجمعها بعضهم بقوله إلا إبليس أبى ثلاثون الحفاظة استحي ربما وعانة مكملة. ومن ذلك كلمة فنجيناه، نجد في القرآن نجيناه ونجيناه ونجد فنجيناه. من ذلك إذن فنجيناه جاءت بالفاء ثلاث مرات في القرآن الكريم. انظري أستاذ الكريمة. نعم. دقة المغاربة وحفظة القرآن الكريم والفقهاء في ضبط وعد الآيات الحروف، بل عدوا حتى الحروف الحركات فعدوها في القرآن الكريم. النظم رحمه الله ثلاثتون فعلا فنجيناه وتلو أنومن كذا رشداه. نعم. فنجيناه إذن جاءت الأولى في سورة يونس من نصف حزب من قوله تعالى فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف. ثانية في النصف من حزب اقترب إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. في الثمن الأول من حزب قالوا أنؤمن فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. فضبطوا إذن المتشابه في الكلمات كذلك ضبطوا السبت والحذف في الكلمات المتشابهة. فقال نظم رحمه الله من ذلك مثلا وكل عامل أتى بالحذف إلى الذي في الأنعام بالثبت، يعني عامل في القرآن الكريم. نعم. أتى بالحذف معنى محذوف ليس ثابتا إلا الذي في سورة الأنعام فجاء بالثبت. إذن في آل عمران. نعم. استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. نعم. وفي سورة هود ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. في سورة الأنعام قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالم. فهي ثابتة فقط في سورة الأنعام، يعني كلمة عامل جاءت ثابتة. ثم قولهم كذلك في
الحفي والسبت يده قل محذوفات يا هذا في أن نحكم وإذ قلنا وعامة، يعني يداه، يده في القرآن الكريم. جاءت في سورة المائدة قال الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعينوا بما قالوا، بل يداه محذوفة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي سورة الكهف وما نظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه محذوفة. وفي سورة عامة يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ففي هذه الآيات كيف يفرق حافظ القرآن الكريم مع كلمة يداه ثابتة أو محذوفة، لابد أن يحفظ هذا النص ويتذكره بسرعة. إذن أستاذي بمعنى حذف الألف. نعم، حذف الألف في هذه الكلمات. وحذف الألف يعني باب واسع. وأنا اخترت بعض النماذج فقط حتى يطلع المستمعون والمستمعات على هذا النوع من الأنصاف. بارك الله فيك. إذن الحديث شيق، لكن للحديث بقية بإذن الله تعالى ضمن حلقة مقبلة. أستاذ الكريم أستاذ أحمد يخلف، دائما نغوص في الأنصاص القرآنية. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. الأستاذ أحمد يخلف هو مدير مدرسة الفتح الخاصة للتعليم العتيق بالعيون الشرقية إقليم توريرت، وخطيب ووعد، وله عدة كتب، كما له عدة مشاركات علمية وقرآنية داخل الوطن وخارجه. شكرا جزيلا لك، تحية لك من طاقم العمل الذي رافقك الأستاذ محمد المسعودي في الإعداد والإشراف، جميلة إمزيل من وراء القمطر الفني، ومن وراء الميكروفون كانت معكم أختكم في الله ابتسام الحمومي. نلقاكم بإذن واحد أحد في الحلقة المقبلة ضمن برنامج الأنصاص القرآنية.